أنا في اعتقادي يجب أن يقوم المجلس الرئاسي بخطوة هو المجالس البلدية، وأن يشكلوا من المجالس البلدية باعتبار مجالس الليبيين البلدية منتخبة من كل مناطق ليبيا وتمثل مناطقها، ويختاروا من المجالس البلدية في المناطق جسم تشريعي مؤقت يقودنا إلى الانتخابات. المجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي يجب أن يقوم بخطوة والحكومة وينسق مع مجالس البلدية، ويتم التنسيق مع المتحدة واختيار من كل مناطق ليبيا المجالس البلدية باعتبارها مجالس منتخبة ويأخذوا منها جسم تشريعي فقط للذهاب للانتخابات. من يقوم بالخطوة هذه؟ من يقوم؟ المجلس الرئاسي يعني؟ يقوم به المجلس الرئاسي لا شك في ذلك. المجلس بدعم الرئاسي من؟ يقوم به. من يسمح له؟ من يعطيه هذه الصلاحية عشان يكمل معاه الخطوة التالية اللي حضرتك توصف فيها؟ من؟ البعثة الأممية مثلا؟ صلاحية اعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول عن الأمن القومي متاع البلاد، والنواب هؤلاء حقيقة أساءوا للأمن القومي وسببوا إشكاليات.